اكد معالي السيد احمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب ان نجاح موسم الحج لهذا العام وكافه المواسم دليل على الجهود العظيمه والمباركه التي تقدمها المملكه العربيه السعوديه الشقيقه في خدمه ضيوف الرحمن وحرصها المتواصل والمتميز على تسخير كافه الامكانيات التي تضمن لحجاج بيت الله الحرام اداء شعائر الحج بكل طمانينه ويسر وسهوله مشيدا معالي بالتوجيهات السامية من لدن خادم الحرمين الشريفين ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي وللعاد رئيس مجلس الوزراء السعودي في تطوير منظومة الحج وفق رؤية ثاقبة وخدمات شاملة وتسهيلات متكاملة وخطط وبرامج نوعية بارزة